حاولت بعدها عشان نوضح حاجه لمعاليك يا فندم للاسف ما وضحتش لحضرتك فضل. ومش واضحه برضو للاخ لسياده النائب اللي هو بيتكلم دلوقتي فضل. يا فندم لحد النهارده بالنسبه لمقابل الانتفاع هي مش ضرايب يا فندم ده مقابل انتفاع مقابل انتفاع مش ضرايب لا اي يا فندم احنا عندنا سعادتك اطوال الترع والمصارف على مستوى الجمهوريه يا احمد بيه 55000 كيلو متر من اسوان لاسكندريه صح بين ترع وبين مصارف مظبوط وطبعا الترع زي سعادتك ما قلت ترعه الابراهيميه بيبقى عليها بعض التعديات فالترع بيبقى يعني لها طول معين فالتعديات بالمباني يا فندم ما بيبقاش المبنى بالكامل داخل نزع الملكيه بيبقى جزء متر 2 متر بطول المبنى اذا كان 20 اذا كان 30 النقطه المهمه يا فندم ان لحد النهارده يعني من برنامج حضرتك على مسؤوليتي وعلى مسؤوليتي انا بعلن الكلام ده ومعالي الوزير مديني التوجيه ده مقابل الانتفاع جنيه يا فندم مش 120 جنيه جنيه في الشهر يعني في السنه 12 جنيه ده داخل خارج كردون المدن داخل كردون المدن المتر 2 جنيه فقط وانا مسؤول وانا بتكلم يا فندم دلوقتي وتوجيهات لجميع وكلاء وزاره الري ولمهندسي هندسات الري ان ده اللي هيطبق جنيه فقط عن المتر بس ده خارج الكردون قايلين الغرامه اللي هي 10 امثال ما انا هنوضح لحضرتك حضرتك ما هو اللي حضرتك بتقوله تمام انا اتفضل يا فندم عشان ما اعطلش سيادتك حضرتك يا فندم بعد اذن معاليك اتفضل القرار سعادتك صدر في 1/8/2018 ايوه سعادتك والاعلام لكم دور مهم جدا يا فندم في توعيه الاهالي وفي منع التعديات ما انا لما اقول جنيه على المتر الكل هيخالف يا احمد بيه ايوه ال 10 امثال يا فندم بعد صدور القرار يعني القرار صدر في 1/8/2018 اللي هيخالف بعد التاريخ ده هيبقى 10 امثال انما اللي قبل كده اهالينا اللي في الارياف في الصعيد المخالفين اذا كان عنده 100 متر هيدفع عن المتر جنيه فقط يا فندم ال 10 امثال عن اللي بعد صدور القرار يا احمد بيه ارجو النقطه دي والنقطه دي فارقه وارجو ان معاليك لا ده انا بعد النقطه دي اقفل الحلقه واروح لانه مش عايزين غير كده لا يا فندم وانا بقول لك بعد النقطه دي مش عايزين غير كده يا فندم وجميع مهندسي الري سامعيني وكلاء الوزاره في المحافظات بالكامل سامعيني والتعليمات ديت لجميع المهندسين قيمه المقابل الانتفاع جنيه عن المتر فقط ده خارج الكردون و2 جنيه داخل الكردون كل ما قبل 1/8/2018 تاني معلش اللي قبل 1/8/2018 جنيه اللي بقى له 20 سنه و40 و100 سنه وكل ده جنيه ل2 جنيه عن المتر يا فندم فقط يا فندم عندكم مشكله في الحكايه توصلوا المعلومه للناس انا بشكرك يا باشمهندس يا فندم بعد اذن معاليك يا بشكرك والله بشكرك يا باشمهندس تاني بشكرك تسلم محدش ليه بيقول للناس ده بيقول لهم يا فندم انا كان معايا بيقول من الاخر بيقول له ال 120 جنيه اول ما بيدخل يقول له 120 جنيه يعني بيتك كام احسب بكام 30000 و40000 و17000 فالناس بتصوت يا احمد على مسؤوليتي من خلال برنامج حضرتك بقول جنيه عن المتر فقط خارج الكردون 2 جنيه داخل كردون المدن مهما يكون التعدي ومهما يكون من مثلا من سنه او من 20 او من 30 القيمه يا فندم اللي هي المضاعفه ديت ال 10 امثال عشان تكون رادع للمخالفين عشان ما يتمادوش ده احنا عاوزين دعم حضرتك يا فندم في توعيه المخالفين وتوعيه الاهالي يا فندم محدش من الناس يقدر يعمل التعدي ده واحنا معاك لا يمكن هنسمح بالتعدي احنا مع أيوة. الدوله والناس تحافظ على لكن بتكلم كنت لما بتكلم هذا الموضوع فتحته ليه؟ لان عارف حاله الناس والناس لما بيراحوا عشان يكلموهم عند حضراتكم في عندنا في طهطا او كده قال له 120 جنيه انت كذا بس هتدفع 120 عشان انتم مخالفين وتعدي يا فندم انا بنتكلم دلوقتي من برنامج حضرتك وكل مصر بتشوفه ماشي جميع مهندسي سامعني وكلاء وزاره سامعني والتعليمات ديت يعني طبعا بتعليمات من معالي الوزير كويس قوي بلغتها لوكلاء وزاره هايل ولو في اي حاله يا فندم تليفوني مع حضرتك ومكتبي مفتوح للجميع واحنا متواصلين مع الناس جميعا بس احنا عاوزين دعمك يا احمد بيه يا فندم يعني يا باشمهندس محدش اتكلم في الجنيه والاتنين جنيه خلي بال حضرتك خالص يعني الحق اللي حضرتك بتقول عليه الناس هتوفق اوضاعها مع المبلغ ده واحنا هنعمل حلقات كامله عن ده والناس عايزه اقول لحضرتك دلوقتي بتجي لي رساله حضرتك بتقول طب ليه من الاول واجعين قلبنا طب ليه ما حدش قال لنا كده يا فندم انا حاولت يوم السبت نعمل مداخله ما عرفتش اكلم حضرتك عشان اوضح لك الصوره ما كانتش وضحت لمعاليك انما انا برضه بالنسبه للتعديات للاسف يا احمد بيه المجاري المائيه اصبحت مقالب زباله يعني هحكي لحضرتك واقعه انا حضرتها تاني يوم العيد الكبير تاني يوم العيد يا فندم في محافظه البحيره مصرف اسمه مصرف الخيري وده بيخدم محافظه البحيره بالكامل
وميه الصرف الزراعي بيوديها على بحيره ايدكو. حصل فيها فندم تحت صحاره المحموديه في شبكه اعشاب موجوده. للاسف الشبكه دي لقيناها مقفوله بالكامل. رحت يوميها ومعايا مدير الهندسه ومعايا المدير العام وجميع العاملين، وقعدنا يوم كامل يا احمد بيه واحنا بنطلع مخلفات الذبح، شكاير مليانه للاسف مخلفات الذبايح، يوم كامل من الساعه 10 للساعه 5 المغرب واحنا شغالين بنطلع مخلفات للاسف، مش وردنيل ولا حشايش، مخلفات الزباله ومخلفات الذبح للاسف بيرموها في المجاري المائيه. دورك يا فندم تساعدنا في النقطه ديت لتوعيه اهالينا، اهالينا اللي احنا بنحاول نخفف عليهم. انا دوري الري يعني حضرتك دلوقتي اللي عملته معانا وعملته مع الناس، مش معايا يعني، مع الناس، لانه يهمنا المصريين في كل حته. مش عايز اقول لحضرتك الناس قد ايه يعني هقول ايه مزغططه. شكرا يا فندم. خلي حضرتك معايا سياده النائب احمد مشنب، خلاص الموضوع كده خلص. طبعا احترامي وتقديري.